مجلسكم الموقر، وانتهينا على عدد من التوصيات الذي نفسها تم تعديلها وصياغتها إلى قوانين. وهذا عمل أخذ فترة طويلة، لأن الهدف منه كان الوصول إلى معادلة أولاً تحفظ المعاش التقاعدي للمواطنين، وثانياً تمد عمر الصناديق التقاعدية، وثالثاً تكون عمل يشرك الآراء ويأخذ الآراء من الجميع في المجلس ويدخلها بطريقة واضحة وشفافة، ونرجع إلى التقاعد لكي يدرسونها بطريقة عشان نوصل إلى المعادلة الصحيحة. فكان في عمل كبير تم في هذه الفترة.